شاف كلام بالتليفون وطاح. صدق قال لك انا تمنيت لو اني كنت قال يا ليتني ميت. مت ولا اشوف انك تنحطين بهالمكان. دخلت علي وحده بالمحل وقالت لي انا صاحبه نهى نبيل وخليني اصورك وابعث لها، راح ابعث حق نهى. فانصدم ان صورته صارت باكونتات وابوي حبيب قاعد يبتسم. اي انا والد نهى نبيل فخر. طبعا طبعا لو انا بنته عارفه جزء فيه منه كان يقولها بفخر. سعيد ابوي قالها بفخر برفعت راس، انا والد نهى نبيل ونوف نبيل. حطوا له اغنيه حزينه والعاقه، وابوي عوره قلبه على الكلام اللي انكتب عن بناته.